السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Our lecture today is MRI imaging and we start with the basic principles of the MRI. Before we start with the basic principles, we have to know the objective of our lecture. Our objective is to ID to know simple basic principles of MRI, to know what we use in MRI, to identify the advantage of MRI over CT scan, to identify the type of nucleus which is used in MRI, to determine the basic sequences used in MR imaging, and the basic sections in the MR imaging. To identify some types of the congenital anomaly of the brain that can be diagnosed and confirm their diagnosis by MR, to be able to identify the radiological features of common white matter disorder like multiple sclerosis in MR imaging. Start with magnetic resonance imaging. We use radio wave and magnetic field. The patient is placed in a magnet and radio wave sent in. The transmitters is turned off and the patient re-emit radio waves, which are received and used for reconstruction of the image. اللي نقصد بينهم احنا راح نخلي المريض داخل جهاز الرنين المغناطيسي. تلاحظون انتم بالصورة هاي غرفة اللي محطوط بها الجهاز، هي غرفة منعزلة، والغرفة الخارجية اللي بها الكمبيوترات هي هذا عبارة عن غرفة الكونسول اللي يقعد بها الطبيب والمصور الشعاعي. اللي يفوت على غرفة الموجود بها جهاز الرنين المغناطيسي لازم يتشيك بالكامل أي قطعة من الحديد ما يكون لابس، بالذات الحديد، الحديد فقط، بقية المعادن ممكن. الحديد حتى لو كان يعني مثلا محبس أو سحاب أو شيء، يتشيك 100% بأنه المريض يخلو من هاي الشغلات بملابسه، ولازم نتأكد بأنه المريض يعني سابقا هذا الحكي، ما انه ما كان عمل مثلا عملية مثلا تبديل البروستيسيس، خصوصا البروستيسيس القديمة في حالة الفراكتشر اوف ذا بون كانوا يخلون عبارة عن قطعة من الحديد مغلفة بمعدن اخر. حاليا البروستيسيس الجديدة هي كلها كومبليتلي خالية من الحديد. ليش؟ لانه اللي راح ينسحب بالجهاز ولا يكون يتأذى المريض ولا يتأذى الجهاز، فيخلون المريض داخل هذا المجال المغناطيسي، يسلطون علينه راديو ويفز، يصلون علينه أشعاعات راديوية، بعدين تتوقف هاي الإشعاعات الراديو ويف تتوقف. بهالحالة جسم الإنسان راح يكون أثناء فترة ما يعطونه يسلطون علينه هاي الراديو ويف فريكونسي راح يمتص الجسم. لمن يتوقف الراديو ويف فريكونسي يبطلون إعطاءه جسم الإنسان، هاي الطاقة اللي امتصة من الراديو ويف راح يرجع هو يعطيها، الجهاز راح يسجلها هاي الراديو ويف اللي انبعثت من جسم الإنسان، يقوم يسجلها على شكل وتطلع عندنا الصورة مع الرنين المغناطيسي. زين، why we use MR imaging when we have CT scan. زين احنا اتطورنا من البلين اكس راي، عندنا الترا ساوند، زين عندنا CT scan، ليش ما نكتفي بالCT scan؟ اكو ادفانتج واكو ديس ادفانتج مال CT scan ومرنين، يعني كل جهاز له استخداماته المعينة. مثلا انا احب اقلكم CT scan، يعني هو في حالات التروما كلش مليح، لانه يعني يشخص لنا الفراكتشر والانترنال بليدنج بسرعه. زين في حالات الباول ايميجينج مثلا انتستاينال اوبستراكشن، هالامور ايضا السي تي اسكان هو المفضل.
لا الحالة، لكن السي تي اسكان في حالة معينة لازم أنا أتوقف عن استخدامه، يعني متى؟ إذا أعرف بأنه السي تي اسكان بينو أيونايزينج راديشن كلش عالية، ولهذا في حالة الكونجينيتال أنومالي أوف ذا برين أنا ما أستخدمه لتشخيص الكونجينيتال أنومالي أوف ذا برين. يعني فرضا إذا أنا جاني عندي pregnant women وشخصت هذا الفيتس عنده congenital anomaly بالبرين، عندي مثلا suspicion of something post labor، هل الطفل هذا أنا ما أستخدم مفرس ولا أستخدم رنين أول شيء، أولا أعمل له ultrasound of the brain، إذا شخصت 100% هذا ومليح، إذا أنا احتاجته another complicated method of investigation to confirm this congenital anomaly I do MR of the brain، يعني ما أعمله CT scan. ليش؟ لأنه هل الطفل الصغير يتعرض إلى الionizing radiation راح تأذي عيونه مستقبلا، راح تأذي الثيرويد gland of the infant. فالCT scan بينه فوائد لكن بينه مضار، واحدة من المضار المهمة هي الionizing radiation. الشغلة الأخرى CT scan of the brain، البرين تعرفون السكال بينه منطقة يسموها التيمبورال بون، البيترس بارت اوف ذا تيمبورال بون، هاي المنطقة دينس بون، فينتج عنا ارتيفاكت يسموه بيم هاردنينج ارتيفاكت بالرنين، هذا الارتيفاكت ما موجود. شغلة الأخرى إذا واحد عنده دينتال أمالجم يعني حشوة بالأسنان، نعمل له سي تي سكان اوف ذا برين، خطوط بيضاء راح تطلع من هاي الحشوة مال أسنان وممكن تغطي على الباثولوجي الرنين، هاي المشكلة أيضا ما موجودة. شالة الأخرى عادة بالرنين بينو higher tissue contrast resolution، يعني عادة السوفت تشو خصوصا بالنسبة للبرين الرنين أحسن من المفراس، يعني ممكن أقدر حتى أقول earlier diagnosis مال البرين infarction يبين بالرنين أوضح بصورة أوضح من المفراس because of higher tissue contrast resolution so it is more sensitive to detect brain lesion. Beam hardening artifact is not present so visualization of posterior fossa is better on MR imaging than on CT scan. ومثل ما قلنا البيم هاردنينج ارتيفاكت تجي من البيترس بيراميد اوف تيمبورال بون، هاي بيم هاردنينج ارتيفاكت موجودي بالمفرس لكن بالرنين ما موجودة. شغلة الاخرى بالرنين انا من اخذ كورونال وساجيتال سيكشن راح تكون immediately تطلع، بينما في حالة المفرس حاليا الاجهزة الموجودة يعني الكمبيوتر هو ياخذ المعلومات، أول شيء راح يكون عن طريق الأكسيال معلومات بالأكسيال، بعدين الكمبيوتر ياخذ هاي المعلومات من الأكسيال يعملها ريفورمات ويطلع لك هي كورونال وساجيتال. بالرنين لا، دايركت كورونال وساجيتال سكشن ار تيكن، يعني من البداية يطلع لك أكسيال يطلع لك كورونال يطلع لك ساجيتال. بالسيتي سكان لا، من البداية كلها أكسيال، بالتالي يعمل لك ريفورمات يعمل لك هو بالكمبيوتر الحسابات مالته، بعدين يطلع لك الكورونال والساجيتال. والنقطة الرابعة الأهم هي الأيونايزينج راديشن ما موجودي بالرنين وموجودي بالمفراس. وأبسط مثال أنا أقل الكم، إذا أنا عندي طفل حديث الولادة الفحص المفضل يكون أولا ultrasound of the brain، إذا أحتاج more further investigation أنا أعمل له MR. كلش هذا خطأ موجود بمجتمعنا وأكبر غلطة وجريمة أنا أعتبرها بحق الطفل، لأنه هذا الطفل أنا أعرض عيونه للخطر، ممكن يصير عنده premature cataract، يعني premature cataract of the lens، أيضا راح يصير عنده exposure للionizing radiation، هل thyroid gland معرض إلى بالمستقبل يصير عندنا thyroid gland carcinoma، بالإضافة إلى المشاكل الأخرى مال ionizing radiation، خصوصا
إذا تعوفون إذا أقلكم شالة الأيونايزينج راديشن مال المفراس أو البلين إكس راي، والمفراس هو أضعاف البلين إكس راي، هي أكيوموليتف يعني أشون تبقى بالجسم ويجي إشعاع اللاخ يبقى بالجسم يصير يعني تأثير تراكمي. فإذا النقطة المهمة بالرنين هي lack of ionizing radiation. زين أستاذ نجي what is the type of nuclei which absorb and emit أو re-emit the radio frequency energy. إحنا قلنا بالبداية المريض نخلينه داخل مجال مغناطيسي ونسلط عليه الراديو فريكوينسي اللي يمتصه الأكو، فقد أنا عندي النيوكلياي داخل جسم الإنسان تمتص هذا الراديو فريكوينسي. من أنا أوقف الترانسميترز تعطي الراديو فريكوينسي، جسم الإنسان بالمقلوب يقوم يرجع لنا هاي الراديو فريكوينسي. فأشنو هي التايب of the nuclei which absorb and emit radio frequency energy؟ It is the nuclei of hydrogen atom الموجودة in water and fat which absorb and emit radio frequency energy. هاي عندنا أنا هوني هكذا مثل فقط مخطط بسيط عن المتسلسل 1 2 3 4 5، يعني باختصار مفيد أشنو اللي راح يصير. بس أنا أريد من عندكم نقطة معينة أهم تعرفون بأنه الهيدروجين أتوم الموجودة بالووتر أند فات هي إحنا الاعتماد من الصورة الرنين راح تطلع عليها. زين What is the magnetic field strength؟ زين هذا المجال المغناطيسي الجهاز الرنين بنو قوة، القوة تنقاس بالتسلا، تسلا هو اسم عالم طبعا. This the magnetic field strength has set value between 0.15 إلى 2 تسلا depending on the machine. وطبعا الساعتها يعني يقولون أكو أجهزة بعد أكثر من 2 تسلا، يعني هذا الواحد تسلا معناته تقريبا 20,000 time greater than that of the earth magnetic field. فأخشعوا أشون يعني المجال المغناطيسي كلش كبير، ولهذا ذكرتوها بداية المحاضرة من كلش يعني لازم نتأكد المريض لا سحاب لا طاقة لا أبغى لا فركيتا أي شيء بجيبه أي شيء معدني ما موجود، ويشلح العفو الحذاء قبل ما يفوت جوا. بالإضافة بأنه إذا ملابسه يعني نتأكد مثلا يعني ما مناسبة نغير الملابس مع المريض يفوت داخل الجهاز، ونتأكد بأنه ما أكو مثلا عمليات مثلا قديمة هاي قبل يعني مثلا إذا أنيوريزم إكليب من هالسوالف أو بروستيسيس هيب من هالسوالف اللي تعتمد على وجود المعدن الحديد بالذات. بقية المعادن ما يخالف لكن الحديد لا ممنوع. زين نجي على التشو كونتراست، تلاحظون صور الرنين الألوان هي مريتها هاي الأبيض بتدرجاته، الأسود بتدرجاته، من الأسود السواد الفاحم إلى الأسود الخفيف. هاي الـ MR image map 2 property هاي تعتمد على الـ T1 و T2 of the tissue. زين هاي الـ T1 و T2 أشون يعني طلعت من شالتين time to echo and time to repeat. time to repeat time to echo time to repeat يعني هي أش أقصد بها time to repeat؟ هي عدد مرات الراديو فريكونسي اللي أنا أسلطها على جسم الإنسان، مرة وحدي لو 5 مرات لو 10 لو 100 لو 1000. time to echo هو الزمن اللي أنا أعرض بينه جسم الإنسان من أوقفها أنا من أوقف هاي الراديو فريكونسي وقم أستقبل هذا الإيكو الطالع من جسم الإنسان، من أوقف الترانسميترز وأبدي أستلم هو time to echo. فإحنا عندنا time to repeat و time to echo. نجي على الـ T1، نقول لك مثلا هاي الصور أنا موزوني على الـ T1 weighted image، هاي الـ sequence مرنين الـ sequence عندنا T1 weighted image وعندنا T2 weighted image، بها يطلع
عندنا الصور مع جسم الإنسان، مثلا عندي أنا هذا هوني صورة الرنين، التي 1 بها ميزات والتي 2 بها ميزات. الشون طلع عندي هذا التي 1 weighted image، يسموها أيضا longitudinal relaxation time. هي تعريفة أشنية؟ هي الماكسيموم contrast difference between tissues of different T1 produced by a short TR time to repeat 300 إلى 600 ملي سكند و short time to echo 30 ملي سكند. كل ما يكون the shorter T1 أقصد بها راح يكون the stronger the signal and the brighter the pixel. زين، نجي على الحكي اللي احنا المهم نعرفه. بالتي 1 اكو تشو معينه اللي بيها مثلا الفات يكون اكثر، راح يكون هاي سيجنال انتنسيتي. طبعا انا لما اقول هاي سيجنال انتنسيتي اقصد اللون الابيض وتدرجاته. من اقول لو سيجنال انتنسيتي اقصد الاسود وتدرجاته. بالT1 الفات is bright أقصد high signal intensity أقصد على بياض. مثل أشنو الفات؟ مثلا أنا عندي البون مارو يحتوي على فات، الوايت ماتر of the brain يحتوي على فات يكون لونه أبيض، وايل الفلويد على النقيض الفلويد مثل السيربرو سباينال فلويد is dark أو أقول low signal intensity. فهاي الصورة لاحظوا أنا هوني عندي الجلوب، هاي الفيتريوس كافيتي يحتوي على فلويد هذا T1، لاحظوا له سيجنال انتنسيتي. إذا تلاحظون هسه أنا هوني عندي الفورث فينتريكل له سيجنال انتنسيتي. إذا تلاحظون على الوايت ماتر وعلى الجري ماتر، لاحظوا الوايت ماتر هاي سيجنال انتنسيتي لونه على بياض. فهاي T1 weighted images أغد نقطة تخلوها ببالكم. بالT1 weighted images هاي النقاط المهمة، الفات يكون high signal intensity والفلويد يكون low signal intensity. أرجع أعيد مرتلخ، أنا أش أقصد بhigh signal intensity؟ أقصد high signal intensity اللون الأبيض بتدرجاته. من أقول low signal intensity أقصد اللون الأسود بتدرجاته. أرجع أعيد نقطة مهمة، الفات بالـ T1 weighted images يكون high signal intensity، الفات like الـ white matter in the brain، الفلويد بالـ T1 weighted images يكون low signal intensity. الفلويد in the brain مثل أشنو عندنا؟ عندنا السيريبرو سباينال فلويد، وعندنا الفلويد الموجود داخل الفيتريوس كافيتي of the globe، globe of the eye. فإذا أرجع مرتلخ أذكركم بالـ T1 weighted images الفات يكون high signal intensity مثل الـ white matter of the brain، الفلويد يكون low signal intensity. الفلويد مثل أشنو؟ مثل عندنا CSF وعندنا الفيتريوس فلويد. زين، أجي على T2 weighted images اللي هي transverse relaxation time. تعريفة هي عبارة عن maximum contrast differences between tissues of different T2 is produced by longer time to echo 90 إلى 140 ملي سكند و long time to repeat 1000 إلى 2000 ملي سكند. long T2 the stronger the signal the brighter the pixel. the water like CSF appear brighter than fat. زين، أرجع مرتلخ أقل أذكركم بنقطة معينة. من أن أقول high signal intensity معناته لون الأبيض بتدرجاته. أجي أنا هوني على التيتو، نقطة كلش مهمة، بالتيتو الفلويد يكون high signal intensity. الفلويد مثل عندنا CSF
appear high signal intensity. لاحظوا CSF لونه أبيض والفيتريوس fluid high signal intensity، والفات يكون على النقيض low signal intensity. تلاحظون ال white matter of the brain شلون يكون low signal intensity. إذن أرجع أذكركم، الفات بالتي 1 يكون high signal intensity والفلويد يكون low signal intensity، هاي بالتي 1. أما أنا بالتي 2 أشون يكون عندي الووتر الفلويد يكون high signal intensity in T2 weighted images. زين، أكو sequence هو عبارة عن T2 لكن نعمل suppression of the free fluid، يسموها flare fluid attenuation inversion recovery. هذا عبارة عن T2 weighted images، لكن الشغلة اللي بينه الفري فلويد الموجودة بالفيترياس كافيتي الموجود بالسي اس اف سبيسس راح يصير لونه أسود، لونه أسود سواد الليل. It is T2 weighted image زائدا معها suppress free fluid. It turns the free fluid like CSF into low signal intensity. Then, this sequence is used to determine a clinically significant pathology. فإحنا عندنا الـ free fluid مثلا الموجود بالـ CSF راح يكون لونه أسود، لكن الأوديما مثلا مع البرين انفاكشن راح تبين هاي سيجنال انتنسيتي. هذا السيكونس عادة بأفلام الرنين يتخلى أول سيكونس الموجود، اندحق علينا صورة إذا موجود بقعة بيضاء أم لا. لو أكو كلينيكالي سيجنيفيكانت باثولوجي أكتف باثولوجي راح يبين لونه of high signal intensity. أما إذا أكو old inactive pathology راح يبين لونه low signal intensity. فإذا أنا T2 flare لازم أخلي ببالي هذا عبارة عن T2، لكن الفلويد of CSF الموجود بالsubarachnoid space وبالvitreous cavity turn into a black color. عادة إحنا T2 sequence is used to detect pathology، وحتى نتأكد فعلا هذا الباثولوجي clinically significant أنا أستخدم الفلير سيكونس. لاحظوا MRI film of brain in a clinical application. لاحظوا هذا axial section، أول مقطع اللي أبدي من جهة اليمين هي axial section، الفيلم كله من البداية إلى النهاية هو axial section لكن in different sequence. أول سافين هو عبارة عن فلير، ثاني سافين بالوسط عبارة عن T2 weighted images، الساف بالأخير هو عبارة عن T1 weighted images. لاحظوا بالفلير الفلويد in the CSF low signal intensity، وبالT1 هاي السافين بالأخير الفلويد low signal intensity. أشنو الفرق بين الصورتين؟ لاحظوا على الـ white matter of the brain بالـ T1 weighted images، بالـ T1 weighted images الـ white matter high signal intensity لأنها T1، أما بالـ flare الـ white matter low signal intensity because it is T2 weighted images، فقط ضافوا له الـ suppression of the free fluid. فهذا فلير، عدنا T2 وعدنا T1. لاحظوا بالT1 الفلويد، بالT1 weighted images الفلويد low signal intensity، الوايت ماتر high signal intensity. أجي على T2 weighted images الفلويد high signal intensity، الوايت ماتر low signal intensity، الفلير الفلويد low signal intensity، الوايت ماتر low signal intensity.
هاي الفيلم of MRI in clinical in usual clinical application. طبعا ال MRI film of brain in clinical application إذا أنا يعني أتوقع وجود pathology أحيانا أنطي صبغة T1 weighted images أستخدم contrast medium. الكونتراست ميديوم المستخدم في حالة الرنين هو الجادولينيوم، هذا في حالة اللي أنا هون عندي هاي السكشن of the brain in sagittal section. أشني هي السagittal section؟ هي section of the brain taken parallel with the sagittal suture. normally عندنا normal enhancing structures، عندنا الديورال فينوس ساينس، عندنا السوبيريور ساجيتال فينوس ساينس، الستريت فينوس ساينس، عندنا انترنال سيريبرال فين بيتيوتري جلاند ار نورمال انهانسينج ستراكشر. لاحظوا هذا الساجيتال سيكشن بين لك السوبيريور ساجيتال الانفيريور ساجيتال الديورال فينوس ساينس، هون عندنا الانترنال سيريبرال فين بينيث السبلينيوم اوف كوربس كالوزم، عندنا الستريت ديورال فينوس ساينس، عندنا بهذا الميد لاين هذا سكشن البيتيوتري جلاند. هاي نورمال انهانسينج ستراكشرز ساجيتال سكشن اوف ذا برين. هذا تي 1 بوست كونتراست انجكشن ممكن نلاحظ السيريبرال هيميسفير الكوربس كالوزم، تلاحظ البيتيوتري جلاند البيتيوتري ستوك الاوبتيكي يازم المعملري بودي، تلاحظ البرين استيم، تلاحظ الفيرمس اوف ذا سيريبيلر هيميسفير، تلاحظ عندنا مكان اللو سيجنال انتنسيتي او السيجنال فويد اريا مكان السفينويد ساينس. زين نلاحظ المقطع الآخر السكشن البرين، أخذنا الأكسيال سكشن، أخذنا الساجيتال سكشن يكون parallel to the sagittal suture. الكورونال سكشن نقصد بها هاي السكشن يكون parallel to the coronal suture. كل سكشن له ميزاته. هسه أنا هذا بهذا السكشن أنا أعشى الفرونتال horn of the lateral ventricle الثيرد فينتريكل، عندنا الثلاماي on each side of the third ventricle. ممكن أشوف أيضا البيتيوتري ستوك، ممكن أشوف الكافيرنس ساينس، ممكن أشوف السيركل of ويلس. أسا ناخذ الكونجينيتال ليجن of the brain. Congenital lesions of the brain are well seen by MR imaging and CT scan, but MR imaging has the advantage of absence of ionizing radiation, so can be used safely in children. لاحظوا هذا midline sagittal section of infant brain. التفاصيل الحلوة بسبب high tissue contrast resolution، هاي التفاصيل الدقيقة ممكن أحصل عليها بالرنين لكن ما ممكن أنا أشعها بالمفراس. الشغلة الأهم النقطة الأهم هي lack of ionizing radiation، فأنا ما أعرض الطفل إلى premature cataract ما أعرض الطفل لها بالمستقبل بسبب CT scan. أشون عن طريق استخدام الرنين. الكونجينيتال هيدروسيفالس، كونجينيتال هيدروسيفالس هي نوعين، عندنا كوميونيكيتينج وعندنا نون كوميونيكيتينج. طبعا تعرفون الدايليتيشن اوف ذا فينتريكولار سيستم كان بي دايجنوست فروم انترايوتراين لايف بوست ليبر ذا فيرست ستيب in addition to a clinical examination of the patient and measuring the occipitofrontal circumference. The second step is doing ultrasound of the neonatal brain through
the anterior fontanelle, posterior fontanelle. The third step, if we suspect the presence of congenital anomaly of the brain, we do MR imaging. فإحنا عندنا الهيدروسيفالاس، عندنا الكوميونيكيتينج congenital hydrocephalus. It means there is free communication between ventricles and basal cistern. Obstruction to a flow of CSF is within subarachnoid space or basal cistern. Usually communicating hydrocephalus is due to meningeal irritation, vice hemorrhage, infection or trauma. In communicating hydrocephalus, all ventricles are enlarged and basal cistern may be prominent. فنلاحظ هاي الصورة CSF high signal intensity. إذن هذا T2 weighted images. تلاحظون أنا عندي lateral وعندي third وعندي fourth ventricle or all are dilated. فهذا communicating. هذا أنا عندي lateral ventricle، هاي عندي third ventricle. لاحظوا الميزة third ventricle من يتوسع مثل أكو علامة يسموها العين، أشني هاي العين تطلع. Normally إحنا between two thalami there is interthalamic connection. هذا الانترثلاميك كونكشن، هذا النقطة السوداء، ما تظهر إلا في حالة الدايليتيشن of the third ventricle. هذا أنا عندي الفورث ventricle كله dilated. لاحظوا بهاي الصورة، هاي عبارة عن T2 weighted images زائدا inversion recovery، هذا flare. لاحظوا أيضا هذا اللاترال فينتريكل، هاي هوني عندي الثيرد فينتريكل دايليتد. أجي على النون كوميونيكيتينج كونجينيتال هيدروسيفالاس. اللي أقصد بها نون كوميونيكيتينج يعني there is obstruction to the CSF flow within ventricular system. Usually at third ventricle aqueduct or fourth ventricular level, ventricles are dilated above the level of obstruction. لاحظوا أنا عندي هذا lateral ventricle frontal horn dilated. أنا هوني عندي occipital horn dilated. لاحظوا third ventricle dilated. Fourth ventricle normal. إذن أنا أتوقع level of obstruction is at cerebral aqueduct. نجي على cerebral aqueduct stenosis. It is the most common cause of non-communicating congenital hydrocephalus. It is congenital obstruction or stenosis of the aqueduct which result in hydrocephalus involving the third and lateral ventricle. بالأكسيال section أنا ألاحظ lateral ventricles dilated. أنزل لي جوا third ventricle dilated. لاحظوا بالساجيتال section بين عندي lateral ventricle والthird ventricle dilated، لكن عندي fourth ventricle، fourth ventricle normal. إذن the level of the obstruction is suspected to be at cerebral aqueduct. Cerebral aqueduct. Arnold Chiari malformation. بالArnold Chiari malformation طبعا من المهم جدا واحد يعرف النورمال anatomy، خصوصا النورمال اناتومي ان ام ار اي، حتى انا اعرف هاي المصطلحات اللي انا اذكرها. فهاي اشياء كلها اساسيه، هذا البيسك الاي بي سي مال طب، بان واحد يعرف الاناتومي. هذا انا عندي البرين ستيم، انا هوني عندي الفيرمس
بهالمكان أنا عندي الفورامين ماغنم. نورمالي المفروض الفيرمس ما ينزل بلو ليفل اوف فورامين ماغنم. فبحالة الأرنولد شياري مالفورميشن اللي يصير عندنا هو downward herniation of the cerebellar vermis and medulla oblongata beneath level of foramen magnum. Normally أنا عندي below level of foramen magnum أي جزء من البرين ما أغشعه. فإذا أغشعنا downward herniation of medulla oblongata and cerebellar vermis below level of foramen magnum أخلي ببالي Arnold Chiari malformation. أيضا راح يصير عندنا downward elongation of the fourth ventricle can be associated with cerebral aqueduct stenosis, ولهذا يصير عندنا obstructive hydrocephalus. أيضا association with myelomeningocele. فالأرنولد شياري مالفورميشن هو عبارة عن شغلتين نوشع بيها. أول نقطة راح يكون عندنا obstructive hydrocephalus due to cerebral aqueduct stenosis. ثاني نقطة أنا أغشع مايلومينينجوسيل. مايلومينينجوسيل أقصد neural tube defect، يعني فتحة بالظهر. هاي الفتحة يطلع منها منينجيس أو مرات معها أيضا انترا ديورال نيرف رود يسموها مايلو منينجوسيل. بالأرنولد شياري مالفورميشن يصير عندنا downward herniation of the medulla oblongata and cerebellar vermis below level of foramen magnum associated with cerebral aqueduct stenosis resulting in obstructive hydrocephalus and dilatation of the lateral and third ventricle. راح يكون عندنا ايضا associated with myelomeningocele. This is common congenital anomaly in our society. زين اجي another congenital anomaly arachnoid cyst. هي عبارة عن cyst contain inside cerebrospinal fluid occur due to congenital splitting of the arachnoid membrane. They are الأراكنويد cyst هي intracranial يعني داخل الجمجمة لكن خارج البرين extra cerebral. Intracranial داخل الجمجمة تمام لكن extra cerebral. Location of this arachnoid cyst where can occur in the middle cranial fossa, can occur in the posterior cranial fossa, can occur in the supracellular region يعني above cella torsica, can occur behind the third ventricle. هذا الاراكنويد cyst can be large enough to have mass effect يعني ممكن يكون كبير بما فيه الكفاية بحيث يعمل obstructive hydrocephalus خصوصا إذا كان location behind the third ventricle راح يعمل لك pressure على the third ventricle فطبعا يصير عندنا obstructive hydrocephalus. زين ممكن أيضا could be large enough بحيث يعمل hypoplasia of the underlying cerebral tissue such as temporal pole. لاحظوا هذا أنا عندي T2 weighted images. عندنا T2 weighted images هذا arachnoid cyst fluid high signal intensity لونها على أبيض. لاحظوا vitreous cavity. لاحظوا CSF الموجود high signal intensity. إذن أعرف هاي T2 weighted images إذن هذا fluid. أنا apply another sequence. أش أنا راح أخلي عندي الفلير. لاحظوا بالفلير أو بالT1 راح يصير له signal intensity. فإذا أعرف هذا fluid. ما دام fluid إذا أعرف بأنه هذا arachnoid cyst. لاحظوا كنعمل pressure effect
hypoplasia of the adjacent temporal pole. هذا normal temporal lobe. هذا تلاحظون temporal pole الحجم الصغير. هذا الأراكنويد سيست. نجي على الوايت ماتر ديس أوردر. الوايت ماتر ديزيز have been classified into two type. إما عندنا dysmyelinating أو demyelinating. dysmyelinating معناتها abnormal formation of myelin. من البداية الميلين هو abnormal يسموه leukodystrophy أو metabolic disorder. demyelinating معناتها عندنا أن normally formed myelin لكن يصير بنو destruction of the normally formed myelin. المثال الكلش مهم هو multiple sclerosis. multiple sclerosis this is common neurological disorder characterized by a presence of multiple disseminated plaques of demyelination gliosis throughout a neuroaxis. يكون عندنا plaques of demyelination. هاي كلتها plaque هاي البقع البيضاء هي ال demyelinating plaque. ال site of election المكانات اللي تحب التواجد بيها periventricular. periventricular عندي lateral ventricle حوالين الventricular system along the optic pathway the brain stem bicerebellar white matter and cerebellar peduncles بالspinal cord. The young adult are primarily affected. MRI is more sensitive than CT scan in the demonstration of the multiple sclerosis plaque. يعني أقدر أقللكم بأنه الرنين أفضل من المفرس حتى نشخص المultiple sclerosis. لاحظوا هاي كلتها demyelinating plaque. The most characteristic appearance is that there are periventricular nodular hyperintense lesion on T2-weighted images. The plaque also can be seen at a gray-white matter interface. هذا a gray matter, هذا white matter interface هي منطقة الاتصال بين ال gray وبين ال white matter. لاحظون هاي plaque, هاي plaque at a gray-white matter interface. لازم أعرف أيضا الرنين لوا فائدة يبين البلايك of demyelination بالspinal cord بالبرين الستم والسيريبيلم. Multiple cerebral lesions are seen over half of the patient presenting with the single episode of optic neuritis. يعني تقريبا أكثر من نصف المرضى يجون وين اتاك مع الأوبتيك نيوريتس. إذا هذا المريض أفوته أنا رنين أنا راح أرشح هذا المريض عنده multiple cerebral lesions. Some of these lesions have a central area of greater signal intensity تشبه شكل التارجت. طبعا هاي البلايك of demyelination راح يكون لونه low signal بالT1 high signal راح يكون بالT2 وhigh signal بالflare sequence. زين إذا أنا أنطي contrast enhancement أشنو فوائد الكونتراست enhancement؟ الكونتراست هو راح يشخص لي هاي البليك جديدي أو قديمي active or inactive. After giving gadolinium occur in acute phase indicating activity and in the chronic phase does not enhance. يعني الفرق بين الأكيوت والأكرونيك هاي البلايك of demyelination راح تاخذ enhancement بالأكيوت stage لكن في حالة الأكرونيك stage ما تاخذ enhancement. differential diagnosis نعم أكو differential ischemic lesions following radiotherapy
وفي حالة الانسيفالومايلايتس هاي الديفرنشيال دياجنوزيس مال مالتيبل سكليروسيس. تلاحظون هاي ساجيتال سيكشن فلير سيكونس، عندنا هاي المنطقة الأوفويد والنودولر بليكس اوف دي مايلينيشن بيربنديكولر تو دي لاترال فينتريكولر سيستم. Thank you.